وفي المغرب تم خلال 24 ساعة الماضية تسجيل 659 إصابة جديدة بوباء كورونا. الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة إلى 26196 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي. تواصل ارتفاع أعداد الوفيات جراء الفيروس، حيث سجلت خلال الفترة نفسها 19 وفاة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 400 وحالة وفاة، وهو أعلى رقم وفيات يسجل بالمملكة منذ الإعلان عن أول حالة إصابة. أما بالنسبة لحالة الشفاء فقد تعافى من الوباء 533 مصابا، ليرتفع مجموع المتعافين إلى 18986 حالة شفاء، وعليه يكون عدد الحالات النشطة الموجودة حاليا قد ارتفع إلى 6827، أي بنسبة تقارب 19 حالة لكل 100,000 نسمة، وهو أعلى معدل يسجل بالمملكة منذ بداية الوباء. هذه المعطيات وغيرها عن الوضع الوبائي في المغرب سنناقشها في فقرة ضيف مع الدكتور محمد العمراني بخبزة، المحلل السياسي. مساء الخير أستاذ الكريم. بداية، يعني ما هي قراءتكم في الأرقام الأخيرة المرتفعة؟ بالنسبة لهذه الأرقام، ربما أن نسبة تسجيل حالات المصابة بكوفيد 19 في هذه الفترة ربما كان متوقعا، لأن كثير من تصريحات المسؤولين المغاربة أكدوا على أن المغرب مقبل على موجة من إصابات ربما أنها تحتاج إلى توخي الحيطة والحد، لكن ربما يجب أن تكون لدينا قراءة موضوعية لهذه الأرقام. فالارتفاع هو ناتج بالضرورة إلى طبيعة الفيروس الذي الآن قد نقول أنه أدخلنا في حرب استنزاف حقيقية، بحيث قوة المقاومة لدى المجتمع ولدى مكوناته ربما أنها الآن في المحك، بحيث أن الطاقة أو القدرة على الاستمرار في نفس مستوى التعبئة هو الذي الآن في المحك. الإمكانات المتوفرة والطاقة البشرية التي تواجه الجائحة الآن هي ربما تحتاج إلى وقفة تأمل لكي نستطيع المواصلة في مواجهة الكوفيد. إذن حرب الاستنزافات هي التي دخلنا فيها، هي على مستويات متعددة، الجانب النفسي حاضر بشكل قوي جدا، كذلك الجانب الاجتماعي، العلاقات الاجتماعية كذلك حاضرة، ثم الجانب الاقتصادي الذي معلوم أنه أثر بشكل كبير. إذا فحرب الاستنزاف الشاملة هذه ربما تسائلنا جميعا، هل نحن قادرون أو نستطيع مواصلة مواجهة هذه الجائحة بنفس الروح التي كانت في البداية، والتي تمكننا من خلالها، من هذه الروح العالية تمكننا من خلالها مقاومة الجائحة، وكنا محل ومحط إشادة دولية على اعتبار أننا كنا نسجل أرقام أقول أنها أقل بكثير من المؤشرات العالمية. الآن دخلنا في منعطف آخر يسائلنا جميعا ما الذي حدث. فبالإضافة إلى كما قلت إلى حرب الاستنزاف التي نواجهها مع كوفيد، الآن هناك سلوكيات مرتبطة بالضرورة، أن هناك فكر وشائع ربما ليس في المغرب وحده، وفعل وفكر المؤامرة. لاحظنا كيف في ألمانيا كانت هناك تظاهرة كبيرة تناقش هذا الموضوع. في المغرب غير معزول عن العالم، حتى هذه الفكرة هي مطروحة، ولكن عندما تكون هناك إصابات نلاحظ أن الأفراد يتراجعون عن فكر المؤامرة ويقرون بأن هناك فيروس خطير يدور بين البشر ويفتك به. كذلك ربما الأمر التراخي
التراخي الذي بدأ يدب في بين المواطنين، وهذا الأمر ربما شجلناه في أكثر من مناسبة، وخاصة خلال الفترة الأخيرة المرتبطة بالعطلة الصيفية ومرتبطة بعيد الأضحى، كيف أن هذا التراخي كانت نتائجه سلبية للغاية. هذه نقطة مهمة سأود مناقشتها في سياق هذه الحصة. قلنا بأن الأرقام والتقارير يعني تبين بأن المغرب مقبل على موجة يعني جديدة من الإصابات، برأيك ما الذي يعني يتعين القيام به خصوصا في هذه المرحلة؟ هذه المرحلة يجب أن نعي جميعا بأننا مطالبون بالتعايش مع وضعية الجائحة، والتعايش يعني أننا نغير من طريقة العيش والنمط العيش الذي كنا نحياه في الحالة العادية. إذن فكثيرا ما أشار المسؤولون المغاربة إلى هذه الفكرة، فكرة التعايش مع الجائحة، وعندما نقول التعايش فهذا يعني أننا يجب أن نأخذ كل الحيطة والحذر وكل والاشتغال والعمل وفق بروتوكولات جديدة. هذا الأمر يحتاج إلى نفس طويل، لأننا مقبلون على مرحلة جديدة في التعامل مع الجائحة، خاصة وأن العطلة الصيفية يكون هناك تنقل، هناك حركية، أنشطة تنتعش في هذه الفترة، فبالتالي وجب علينا أن نغير من نمط الحياة الذي ألفناه في السابق، ولكي ننخرط في نمط الحياة الجديدة المرتبطة بالتعايش مع الكوفيد يجب أن نتحلى بمنسوب عالي من الوعي، هذا الوعي الذي يجعلنا في حالة تسمح لنا بأن نتفهم أننا لن ننتقل للحياة العادية في أقرب الأجل، بل أننا مطالبون بأن نتعايش لمدة إلى أن يتمكن الخبراء من الوصول إلى لقاح نواجه به هذا الفيروس. ولكن مع ذلك أقول بأن الهمة التي بدأنا بها مواجهة الجائحة يجب أن نستعيدها، لأننا كنا مثاليين، كنا نموذجيين في التعامل مع الجائحة من خلال الامتثال بقواعد النظافة والتباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى أننا لا نتحرك إلا للضرورة التي تفرضها ضمان استمرارية العيش. فهذه الشروط هي الآن تعتبر من حدود الدنيا، وخاصة أننا في البداية كنا نتعامل مع فيروس مجهول لا نعرف عنه شيء كثير، بل أكثر من ذلك كانت لدينا معطيات قد نقول الآن أنها اتضح أنها كانت مغلوطة، خاصة على مستوى قدرة الفيروس على التنقل عبر الهواء. فبالتالي الآن نحن على الأقل ندرك مدى خطورة الفيروس، وندرك أننا مطالبون بأن يكون لدينا منسوب عالي من الوعي يسمح لنا بأن نتعامل معه بالصرامة اللازمة. فكرة مهمة جدا أتت على ذكر أستاذ، نحن أمام حرب استنزاف، والسؤال المطروح فعلا هل نحن قادرين على مواجهة الجائحة بنفس التصميم والنفس الأولين منذ يعني ظهور هذه الجائحة، لكن الأرقام الحالية تصدمنا، فيعني كيف نفسر هذه الانتكاسة، وبرأيك من المسؤول عنها أيضا؟ لا، هو لا يمكن الحديث الآن عن الانتكاسة لأننا لازلنا في مستويات معقولة بالمقارنة مع المجتمعات والدول الأخرى، لا يمكن أن أو لا يجب أن نهول من الأمر. لماذا؟ لأن لازلنا في مناطق من المغرب نسجل أعداد قليلة جدا من الإصابات، وهذا يعني أن ربما هناك اختلاف أو ضرورة النظر إلى هذا الاختلاف القائم ما بين المناطق
المغربية. نعم، وكيف تفسر هذا التفاوت في نسبة الإصابات يعني الوفيات بين الجهات أيضا؟ نعم، هذا هو الأصل، لأن هناك اختلاف في أنماط الحياة داخل المجتمع المغربي. المجتمع المغربي كما يعلم الجميع غناه في تنوعه، مجتمع متنوع بتقاليد متنوعة، فالاختلاف ما بين المدينة والبادية اختلاف كبير في نمط الحياة، كذلك أن طبيعة الأنشطة التي تعرفها بعض الجهات تختلف عن الأنشطة الأخرى. على سبيل المثال مدينة طنجة التي أصبحت تتوفر على أكثر من منطقة صناعية، بمعنى أنها تستقطب يد عاملة من جهات متعددة من المغرب. هذا الأمر، ونحن نعلم كذلك أن البؤر الصناعية كانت هي البداية الأولى لانتشار الجائحة في طنجة، بعدما إن كان عدد المصابين قليل وقليل جدا بالمقارنة مع المدن الأخرى، لأن قبل أن يتم رفع الحجر الصحي تدريجيا وفتح المصانع والمعامل لأبوابها وبداية العمل، بدأنا نلحظ ارتفاع في هذا في عدد المصابين. كذلك يجب أن لا ننسى أننا في فترة الصيف، منطقة طنجة منطقة سياحية كما يعلم الجميع، فهناك وافدون. فإضافة إلى ذلك يجب أن لا ننسى أن هناك تدبير للجائحة. نعم. من قبل الفاعلين ومتدخلين كثر. الآن هناك عياء أصاب الأطقم الطبية، أصاب السلطات، أصاب الإداريين الذين يدبرون الجائحة على مستوى المستشفيات. نعم. شكرا. على هذه المستشفيات أن تشتغل وفق منطق الحالة الغير العادية والحالة الغير طبيعية، فلا يعقل أن يكون هناك مثلا على سبيل المثال أن تكون إدارة الشغل في كأننا في ظروف عادية، أن تكون هناك عطل. نعم. يوم السبت والأحد، وأن شكرا لك. يكون هناك مداومة إلى غير ذلك. إذن يجب أن نشغل. نعم. وفق حالة مضطر لمقاطعتك أستاذي الكريم، تا الوقت مخصص لهذه الحصة. أشكرك جزيلا الشكر دكتور محمد عمران أبو خبزان، المحلل السياسي، كنت ضيفنا هذا المساء.